أهلا بكم، وهذه التغطية الإخبارية الجديدة على شاشة القاهرة الإخبارية. بعد النمسا، سويسرا تنضم إلى مشروع يورو سكاي شيلد الألماني لحماية السماء الأوروبية، والذي أطلقته برلين في أكتوبر الماضي في ظل رفض عدد من الدول الأوروبية الانضمام لهذا المشروع. في هذه التغطية نرصد أهداف المشروع الدفاعي الألماني ومواقف الدول الأوروبية المختلفة منه. إذن أعلنت سويسرا عزمها الانضمام إلى مشروع يورو سكاي شيلد، أي درع السماء الأوروبية، والذي أطلقته ألمانيا العام الماضي. ويأتي الإعلان السويسري قبيل اجتماع لوزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا في برن يومي الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع السويسرية والألمانية والنمساوية الوضع الأمني في أوروبا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. من المنتظر أن يوقع الوزراء مذكرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية، تعني بعملية الشراء واتفاقا لتعزيز التعاون البحثي في مجال التسلح، وفق بيان للحكومة السويسرية. كانت النمسا أعلنت في وقت سابق عزمها الانضمام إلى مبادرة درع السماء الأوروبية، وشدد المستشار النمساوي كارل نيهامر على أن القرار لا يؤثر بتاتا على سياسة بلاده في الحياد. ويقوم مشروع يورو سكاي شيلد الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتز في أكتوبر 2022 على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية. ترفض دول أوروبية أساسية هي فرنسا وإيطاليا وبولندا الانضمام إلى هذا المشروع الدفاعي الأوروبي المشترك، كما تطالب فرنسا بأن تتولى كل دولة أوروبية حماية نفسها بواسطة أسلحة أوروبية. لتفاصيل أكثر حول هذا المشروع ينضم إلينا من بازل السويسرية سرحان سعدي، مؤسس ورئيس ساتس الدولية للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن هل ترى أن هذا المشروع الألماني والذي يعتمد على ثلاثة أنظمة للدفاع الجوي هو نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا؟ مرحبا سيدتي الفاضلة. أكيد بالطبع نرى أن هناك العديد من التغيرات في أوروبا بدأت بشكل مباشر بعد غزو روسيا لأوكرانيا. تحديدا إن أردنا أن نتحدث على سويسرا، نرى أن سويسرا قد بدأت نوعا ما تغير من مفهوم حيادة. يعني منذ سنوات يعكف المجلس الاتحادي بالتشاور الوثيق مع المؤسسة الأمنية لإيجاد توليفة أو صيغة جديدة لمفهوم الحيادة تتماشى مع المستجدات الدولية. بدأت سويسرا ذلك منذ سنوات عندما انضمت إلى الأمم المتحدة، مع العلم أنها كانت عضو مراقب، ثم مؤخرا هي الآن عضو في مجلس الأمن لمدة سنتان، ثم كذلك العام الماضي أبرمت صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لاقتناء مقاتلات F-35، والآن كذلك هناك خطوة إلى الأمام. فسويسرا يوم الجمعة بالضبط في مدينة بير سيلتقي كل من وزير الدفاع الألماني مع وزيرة الدفاع السويسرية ووزيرة الدفاع النمساوية للإمضاء الرسمي على الوثيقة. هناك شيء مهم جدا، نرى أن هناك تشاور وثيق ثلاثي بين هذه الدول التي تمتلك حدود مشتركة فيما بينها، سويسرا ألمانيا والنمسا. ونجد أن سويسرا والنمسا نظامها السياسي متشابه لحد كبير، فهما دولتان اتحاديتان، وكذلك هما دولتان
تعكفان على البقاء دوما على الحياد. فالمشكل لدينا مؤخرا، انا لاحظت ذلك مؤخرا، النخب السويسري او المنظومه السياسيه البرلمان السويسري قد تفاجأ وقد علم بالامر عن طريق الاعلام، فلم يكن هناك اي تشاور ما بين وزيره الدفاع والمنتخبين المحليين او البرلمانيين وحتى مع اعضاء اللجان الامنيه ولجان الدفاع مثل ما طيب استاذ سرحان نعم. لماذا تقبل الان سويسرا على الانضمام لهذا المشروع رغم اننا ذكرنا منذ قليل ان هناك دول اساسيه ربما ترفض الانضمام كفرنسا وايطاليا وبولندا وما الى ذلك؟ بالنسبه سيدتي الفاضله، بالنسبه لبولندا واسبانيا كذلك، بولندا واسبانيا هم منضويان تحت لواء منظومه الدفاع الحلف الاطلسي، اما فرنسا وايطاليا صراحه هم يعكفان على التعاون المشترك لايجاد توليفه جديده للدفاع المضاد للصواريخ. بالنسبه لفرنسا، فرنسا عندها يعني مصلحة في ذلك، فرنسا قالت أنها من الأفضل أن تكون منظومة أوروبية، أي أوروبية الصنع، محلية الصنع، لأنها تريد أن تجد مفرغا لمنظوماتها الدفاعية المحلية التي تصنعها محليا فرنسا. لكن نرى مؤخرا هناك عدة أشياء مترابطة. ألمانيا العام الماضي أمضت عقد بتقريبا 100 مليار أورو، 100 مليار أورو لتجديد الاجهزه الالكترونيه والطائرات وحتى معدات الدفاع الجوي، وتقريبا 90% من هذه ال 100 مليار اورو ستذهب الى شركات امريكيه. مثل ما ذكرتم سيدتي الفاضله في تقريركم، تقريبا 80% من منظومه الدفاع ستعتمد على منظومه دفاع باتريوت وهي امريكيه. فاذا لاحظتم ان المانيا وسويسرا قد امضيا عقدا لشراء منظومه طائرات الاف 35، فمن الطبيعي جدا ان تكون حتى منظومه الدفاع الجويه تكون امريكيه. لذلك فهناك ديل، هناك صفقه سويسريه امريكيه العام الماضي، نرى ان سويسرا تقترب شيئا فشيئا من الحلف الاطلسي. ففي مارس الماضي التقت وزيره الدفاع فيولا امرت السويسريه، التقت مع الامين العام للحلف الاطلسي، وقد اتفقا على المضي قدما في النقاش وحتى في الحوار البناء بين سويسرا والحلف الاطلسي. فهذه التغيرات كلها بدأت منذ غزو روسيا لأوكرانيا. طيب، وهل إذا عدنا إلى بداية اللجوء إلى فكرة هذا المشروع أو لجوء ألمانيا وتفكيرها في هذا المشروع، هل بسبب موقعها الجغرافي وقربها من روسيا تشعر ألمانيا ربما بأنها عرضة لتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من أي بلد آخر، فبالتالي هي تريد المزيد من الحماية العسكرية؟ أكيد، لكن هناك بعض التناقض سيدتي الفاضلة. ألمانيا عضو في الحلف الأطلسي، وبإمكانها كذلك أن تكون تحت مظلة حماية ومظلة النووية الأمريكية وكذلك مظلة الحلف الأطلسي. لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت من نوايا الإدارة الأمريكية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا تحديد منظومة جديدة للدفاع الأوروبي. كانت تطمح فرنسا لأن تكون حاملة لواء هذه المنظومة، لكن أعتقد أن هناك منافسة شرسة بين فرنسا وأمريكا لتفريغ المعدات العسكرية. فألمانيا حليف موثوق جدا للولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت سيدي الفاضلة، هي في الصف الأول للمواجهة مع روسيا في حالة نشوب نزاع مباشر مع روسيا. النمسا كذلك. فهذه كلها ارتدادات الغزو الروسي لأوكرانيا. نرى أن دول معروفة بحيادها التام مثل سويسرا وحتى النمسا تتقدم بخطى ثابتة. أنا لا أستبعد كذلك، ربما هذا الأمر سيكون محيرا للبعض، أنا لا أستبعد بعد سنوات أن سويسرا والنمسا ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأطلسي. هناك شيء آخر يخص سويسرا، لأني أنا من سويسرا. سويسرا كما ذكرت منذ سنوات تنفتح عسكريا على العديد من الاشياء، فهي عضو فعال في الكافور، منظمه حفظ السلام كافور بكوسوفو، تشارك بعدد معتبر من الجنود والعسكريين للحفاظ على السلام بين صربيا وكوسوفو، وهي كما ذكرت تمول حتى بعض التدخلات الامم المتحده لحفظ السلام في افريقيا، اعتقد في الصومال وحتى في افريقيا الاسيويه منذ سنوات. فمفهوم الحياد كما ذكرت سيتغير شيئا فشيئا، اعتقد بعد سنوات لن يكون اي حياد. على الدول الاوروبيه ان تختار صفا معينا، اما ان تنضم
تحت لواء الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك فهي تحت المظلة النووية الأمريكية، وستكون مجبرة على اقتناء معدات أمريكية، لأن منظومة الدفاع الأوروبي المشترك هذه التي كانت يعني بمعية ألمانيا ستكون منظومة دفاع أمريكية. طيب بخصوص هذا الأمر أستاذ سرحان، يعني كما ذكرنا المشروع يعتمد على منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية، كيف ستتكامل مثل هذه المنظومات المختلفة من الدفاع الجوي؟ هذه مسألة تقنية معقدة. وزيرة الدفاع السويسري أو البيان لكي نكون صراحة، البيان وزارة الدفاع السويسرية قال أنه سيكون هناك بند، سويسرا ستمتنع عن أي تدخل عسكري، لن تشارك في أي نزاع إذا نشب نزاع مع دول أخرى تحديدا روسيا فلن تشارك. فسيكون أولا بتبادل الخبرات أو تبادل المعلومات، ومستحيل أي إنسان يحترم يعني الطابع العسكري يدرك أنه يجب أن يكون لكي يكون هناك تكامل بين الأنظمة الإلكترونية أو الأنظمة العسكرية يجب أن يكون المصدر واحد، والمصدر الواحد هو أن يكون أولا يجب أن تكون تتكامل مع منظومة الدفاع الناطو والحلف الأطلسي، ونحن ندرك أن نعلم أن منظومة الدفاع الأطلسي تعتمد أساسا على المعدات الأمريكية باتريوت. طيب إذا كنا نناقش انضمام سويسرا والنمسا إلى هذه أو إلى هذا المشروع، هل يؤثر مثل هذا الانضمام على سياسة الحياد التي تتبعها البلدان سويسرا والنمسا تحديدا؟ مثل ما ذكرت سيدتي الفاضلة، أعتقد أن مفهوم الحياد سيتغير. مفهوم الحياد سيتغير، لن يكون هناك حياد بعد سنوات. النزاعات النزاع الروسي الاوكراني وغزو روسيا لاوكرانيا قد قضى تماما عن مفهوم السويسرا. سويسرا كانت ارض حياد بامتياز، وكانت كل النقاشات وحتى الحوارات لدفع الاطراف اطراف النزاع تتم هنا بجنيف عندنا او حتى بمونتريال او ببير او زيورخ، لكن حتى مؤخرا روسيا قد صرحت ان سويسرا لن تكون يعني في المستقبل لن تكون يعني ارض للسلام او ارض للحوار من اجل السلام. فسويسرا خطوه خطوه ستسعى لصياغه توليفه جديده مثل ما ذكرت لمفهوم الحياد، وهذا بالتشاور الوثيق حتى مع النمسا. طيب عدد من الدول أعلنت انضمامها لهذا المشروع الألماني، يعني نتحدث عن هذه الدول ربما منذ بداية هذا النقاش، ولكن يأتي هنا التساؤل، ما الهدف في ظل وجود الناتو باعتباره هو الإطار العسكري الدفاعي عن كل أعضائه، ما الهدف من مثل هذا المشروع؟ نعم، ذكرت منذ أشهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وتعكف لصياغة منظومة جديدة، هي تريد أن تركز على الصين في محيط الصين ببحر الصين بالاعتماد على دول مثل الهند، أستراليا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية وحتى الفلبين. لذلك هي تريد الأوتسورسينج، هي تريد الآن أن تنفك الدول الأوروبية تحت منظار الولايات المتحدة الأمريكية، تنفك الدول الأوروبية وتسعى جاهدة لكي تعزز منظومة الدفاع الأوروبي، لكن ليس بالمعية الناتو، لأن الناتو أصلا عنده منظومة الدفاع جوي، الناتو في أوروبا عنده منظومة دفاع جوي، والولايات المتحدة الأمريكية تملك ترسانة نووية في كل من إيطاليا وألمانيا وحتى في إسبانيا، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد شيئا فشيئا أن تنسحب من النزاع الأوكراني الروسي وتدع الدول الأوروبية يعني تدافع عن نفسها، لكن تحت مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالخصوص هناك مسألة مهمة جدا بمعدات أمريكية، هذا ضروري جدا بمعدات أمريكية. طيب كما نرى أن هناك دول تنضم إلى هذا المشروع وتؤيد هذا المشروع ودول أخرى ترفض هذا المشروع كما ذكرنا منذ قليل مثلا مثل فرنسا، هل مثل هذا التضارب في الانضمام أو في تأييد هذا المشروع تأثير على هذه الفكرة أصلا؟ عفوا سيدي لم أسمع. نتحدث أننا نرى أن هناك تضارب في الآراء وتأييد ورفض هذا المشروع، دول تنضم وتؤيد هذا المشروع ودول ترفض كفرنسا مثل ما ذكرنا منذ قليل، هل هذا التضارب تأثير على هذا المشروع؟ لا أعتقد. هناك بعض السوابق منذ سنة ونصف كانت هناك مشكلة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حول الصفقة الثلاثية التي أبرمت بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل اقتناء الغواصات النووية، فقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية نسفت المشروع الفرنسي والذي كان أعتقد
ربما تقريبا 58 مليار اورو، نعم، لاقتناء الغواصات. فالولايات المتحده الامريكيه ماضيه قدما لانشاء منظومه دفاع اوروبيه جديده، وحتى فرنسا كانت تامل لانشاء دفاع جيش اوروبي مشترك. المانيا رافضه للمشروع، ايطاليا رافضه للمشروع، اسبانيا رافضه للمشروع، عده دول اوروبيه حتى بريطانيا التي تنضوي تحت لواء الحلف الاطلسي رافضه للمشروع. ولهذا كان سؤالي اذا هناك رفض من دول اوروبيه مهمه جدا وتاييد من دول اخرى، هذا تضارب كبير قد يؤثر على المشروع. لن يؤثر على المشروع، المشروع وافقت عليه 17 دوله اوروبيه. لكن الدول ايطاليا وفرنسا تعكفان على مشروع مشترك، اما مثل ما ذكرت اسبانيا وهولندا اصلا هم منضويان تحت منظومه الدفاع الحلف الاطلسي، ولا استبعد انهم سينضمان الى المشروع، لا استبعد ذلك. اعتقد الدولتان حتى ايطاليا لا استبعد، لكن فرنسا مستحيل ان تنضم الى المشروع. هذا المشروع وبشكل خاص ان هناك تنافس ما بين المانيا وفرنسا ينسف مفهوم الجيش الاوروبي المشترك التي كانت تسعى فرنسا جاهده منذ سنوات الانشاء، يعني نسفا نهائيا. لن يكون هناك اي امل انشاء جيش اوروبي مشترك، مستحيل. طيب إذا كنا نتحدث منذ بداية هذا النقاش أن هذا المشروع أو هذا النهج الدفاعي ربما هو نتيجة مباشرة وحدث بعد هذه الحرب التي حدثت في أوكرانيا، ما التأثير على روسيا؟ يعني ما تأثير مثل هذا النهج الدفاعي أو هذه النظم الدفاعية الجديدة الأوروبية على روسيا؟ هناك تأثير كبير، لأن روسيا قالت أنها اجتاحت أوكرانيا لكي تقضى على النازيين الجدد كما ذكرت، ولأنها كانت تخشى انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي. هناك دول ليست لها أي علاقة بالحلف الأطلسي لكنها تقترب شيئا فشيئا من الحلف الأطلسي، مثل ما ذكرت مثل سويسرا ومثل النمسا، كلها تداعيات يعني جد. هذا خبر سيء بالنسبة لروسيا، هذا خبر سيء، لأن هذه الدول الأوروبية 17 ستعكف على تبادل المعلومات فيما بينها، وسيكون هناك يعني مثل درع أطلسي ثاني ضد روسيا. فهنا الشيء الذي أريد ذكره، هنا عندنا في سويسرا هناك منظمات المجتمع المدني ضد المشروع، على رأسها منظمة سويسرا بدون لماذا؟ لأن أصلا هذه المنظمات لا تريد أن يكون هناك جيش سويسري، وتقول أن يجب أن نبقى على الحياد. لكن اللافت للانتباه، أمس هناك عضو بارز من نشطة العضو ينتمي إلى حزب الخضر، ونحن نعرف أن حزب الخضر حزب يعني مناهض لاقتناء الأسلحة، وكان ضد حتى كان ضد اقتناء طائرات الـ F-35، هو موافق على المشروع وقال أنه يعني نحن تحت التهديد الروسي، ومستحيل لدولة صغيرة مثل سويسرا، حتى جارتها دولة صغيرة مثل سويسرا، أن تعكف على حماية نفسها بنفسها. هم مجبرون، يعني النتيجة جاءت عكسية، روسيا اجتاحت أوكرانيا لكي للحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، النتيجة جاءت عكسية، هناك دول جديدة، فنلندا انضمت إلى الحلف الأطلسي، السويد تنتظر الموافقة التركية للانضمام إلى الحلف الأطلسي، وأنا متأكد من الأمر، أقولها صراحة يعني على قناتكم، ربما بعد سنوات يعني قليلة جدا إن لم تكن أشهر ستتقدم دول مثل النمسا وسويسرا وهما دولتان معروفتان بالحياد للانضمام الى الحلف الاطلسي، فالنتائج جاءت كلها عكسيه لما كان. لماذا انت متاكد بهذا الشكل استاذ سرحان؟ متاكد لانه عندي ربما بعض الحوارات مع بعض المسؤولين السويسريين، نعم لا استطيع الذكر اكثر، لكن انا متاكد، اعتقد انه منذ سنه ونصف كنت من الاوائل الذين قالوا ان فنلندا وسويسرا تطرق باب الحلف الاطلسي، وهناك من تهكم عليه. أعتقد أن الأمور تتغير ولن يكون هناك أي حياد، إما الانضواء تحت لواء الولايات المتحدة الأمريكية الحلف الأطلسي أو الاصطفاف وراء روسيا. طيب بالعودة لهذا النهج الدفاعي الذي نتحدث عنه أو هذا المشروع الألماني، يأتي هنا تساؤل آخر، لماذا كلما اقتربت أوروبا من نهج دفاعي موحد تتراجع ويحدث الكثير من الخلافات بين دولها؟ لأن قضية مصالح. مصالح تجارية بحتة. فرنسا صراحة عندها نية خالصة، هي تسعى وتريد أن يكون هناك جيش أوروبي موحد، لكن هناك بعض وراء هذه النية الخالصة في الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدفاع وحتى القرار السياسي، هناك يعني نية تجارية بحتة، فهي تريد أن تبيع أسلحتها للدول الأوروبية.
فرنسا ضغطت ضغطا يعني رهيبا على سويسرا لكي تقتني طائره الرافال الفرنسيه، وكان هناك حتى عتب دبلوماسي ما بين فرنسا وسويسرا عندما اختارت سويسرا شراء الاف 35. المانيا مشروعها لتجديد التجهيزات العسكريه والمعدات العسكريه الالمانيه عوض ان تشتري طائره الرافال او طائره الاورو فايتر التي هي تشارك في صناعتها توجهت الى الطائره الاف 35. فالمسألة تجارية بحتة، الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لإيجاد مفرغ لمعداتها العسكرية كما تسعى ذلك فرنسا تسعى لذلك، لكن لا يمكن مقارنة بين القوة الأمريكية والقوة الفرنسية. أمريكا تملك ترسانة نووية ضخمة وهي قوة عسكرية كبرى في العالم، فدول مثل سويسرا أو نمسا وحتى دول أوروبية أخرى تفضل الانضمام تحت المظلة الأمريكية عوض أن يعني تحتمي بفرنسا. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح أستاذ سرحان لهذه المنظومة وهذا النهج الذي يبدو قد معقد بعض الشيء. شكرا جزيلا لك، كنت معي من بازل السويسرية أستاذ سرحان سعدي مؤسس ورئيس سادس الدولية للدراسات الاستراتيجية، شكرا على هذه المعلومات وهذا تحليل أيضا. إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا تكون انتهت هذه التغطية، نذكر حضراتكم أنه لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net ويمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كنت معكم على مدار هذه الجولة أنا آية لطفي ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر وألقاكم على رأس الساعة في جولة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.